الشباب نظن مناسبة غالية علينا وعلى كل الرياضيين اليوم دائما حاضر رضوان في كل المناسبات واش قلنا على هذه المناسبة وهذه المقابلة خاصة؟ حقيقة هذه 5 جويلية هذه مناسبة تاع العيد الاستقلال احنا احنا كمواطنين كان شعب جزائري كاع نستفدوا نستافدوا هذا هذا الحفل كما خواتنا تاع لي 40 سنه ما تلاقاوش باللاعبين تاع الارستيجيو وصحاب بي تي احنا بالمناسبه عيطنا عرضنا جينا لهذا الحفل وان شاء الله تتكرر شاك فوا ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك رضوان. بعد بسم الله الرحمن الرحيم جماعة آه مرحبا بكم عندنا هنا في وهران وبالمناسبه هذه تاع عيد الحريه عيد الاستقلال وعيد الشباب يعني وانا من بين الشباب يعني ربما انا اصغركم سن. يعني مرحبا بكم عدنا في وهران راكم شرفتونا ونشكر سعيد بن دنيا وفريق ليرسي جيو وقمري رضوان مداحيل هنا تاعنا ليزونسي جوار تاع وهران اللي قاموا بهذه المبادره اللي هي مبادره حسنه وجات في وقتها يعني وهذه المباراه عندها بعد كبير اللي هو يعني التقارب والتسامح ما بين يعني ابناء الوطن الواحد يعني للاسف انا نقولها للاسف يعني كره القدم الان يعني صبحت يعني تفرق نوعا ما راك تشوفوا هنا الشباب تاعنا كي يعني يوقعوا في مشاحنات وكذا هنا هذه صوره حسنه ما بين يعني الجيل اللي يعني اللي, اللي فات واللي قدم الكره القدم واللي مدنا لنا دروك حنا الشباب مد يعني اون لوسون يعني درس في التاخي وفي التسامح يعني احنا ابناء الوطن الواحد يعني بارك الله فيكم بارك الله فيكم وفي الاخير نشكر قناه الباهيه تي في اللي وكبت معنا هذا الحادث يعني وبارك الله فيكم بارك الله فيكم وشرفتونا انتم قناه الباهيه دائما حاضرين معنا هنا في وهران وعاصم اللي يعني فتح لنا المقر والملعب يعني نشكروه شكر الجزيل بارك الله فيكم نشكر هل هل اللي فيتيرون اللي لعبنا معاهم نشكرهم ياسر وانا عندي ان تيت انفيتاسيون راح نديرها لي نسميهم لي بروفيسيونيل ديرزو لي خويا مسعود اللي جاوا من كل مضرب من بشار جاوا من تيزي وزو مو جو سي فيني دو بيسكرا انا صافي بلوس كو 6 اني عرفت لو لمسيا لمسيو عرفت لاسكو عرفت سي تي تي بالعباس مازال تي سات هذه لي فيتيرون هذه هذه تكون معروضه مع ليكيب هذه اللي راه اللي راهي تلعب درك ليكيب بروفيسيونيل دير زو. سميتها خاطر سيليكسيون ونشكر خويا ناصر تتواح لجملنا وزاد جملنا مع اخرين خوتنا اخرين بمناسبه 5 جوي بمناسبه الشهداء الله يرحمهم نشكركم ياسر على الشيء اللي درتوه لنا ونزيد نعاود نشكركم بور لا دوزيام فوا وان شاء الله لافيتاسيون تاعكم راهي تكون عندكم جو برون لو نيميرو دي بريزيدون دي فيتيرون تاع لو هذه لو ار سي اوران هذه هذي آه نعم جو, جو برونو سماء التليفون باش ندير لكم ندير لكم ان فاكس بور لو موا دفريل لو ميموريال تاع خويا الله يرحمه سان اربيتر كاربيتريون ناسيونال 1 مات في السطاد تكونوا باغمي نو مع سات تيكيب دير دي بروفيسيونيل هذو ان شاء الله تكونوا معنا في 18 افريل ان شاء الله من بين النجوم حنا نسميكم النجوم خاطر اليوم راكم جيتم كل من القطر الجزائري من كل كل المدن الجزائريه وهذا شيء عظيم تلاقيتوا على على رساله واحده وهي رساله المحبه والصدقه اللي جمعتكم في ال 40 سنه هذه اللي مضات يعني كفريق في في مؤسسه عسكريه وحافظت حافظت على هذه الصدقه واليوم راكم حاضرين واجتمعتوا باش تحيوا هذا الحفل تاع الخامس جويليه عيد الاستقلال والشباب الشيخ نظن انت من المدينه مدينة تيزي وزو كيف جاتك الفكرة وكيف اليوم راك وهران والله اللي كنقول لك بدات بدات هكذا أرزمو داير كان البورتابل دارنا ديجا إين رونكونتر يا دي زون دي سافي أرزو كانوا اللي خصو ها الخطرة جبناهم جاو ورانا الله يبارك جاو من الونزا جاو من بشار بيسكرا تيزي وزو بجاية جاو بكل شيء 38 سنة ما تشوفناش ألو كي تشوفنا بيناتنا هكذا كان ديجا واحد طاحوا له الدموع ايماجيني بتي بو جامي صرات في الجزائر ليستوار تاع لي ميليتير ابلي 78 80 إيه هكذا جات هكذا فاش كنت نتمنى من مدينه عين مليله مدينه عين مدينه كره القدم اللي نبركوكم الصعود تاعكم للقسم الاول نتمنوا تبقى في القسم الاول ان شاء الله باذن مستمع. الله باذن الله, الله. كيفاه اليوم راك في وهران كيف هل جاتكم والله الفكره والله الفكره هذه مع كما كان يحكي زميلي الفكره جات من قبل وكنا نبحثوا على بعضنا على جل باش نلقاو الزملاء بار بار تليفون والحمد لله اللي يدير الرقم تاع التليفون يعقب بالزميل واحد كل واحد يمد ذاك وتلاقينا بالعقل بالعقل وعرضنا بعضنا باه نكونوا في و نديروا المقابله من 5 جويلية. باش تذكروا بعضكم بعضنا ونذكروا بعضنا ونت ماشي غير باليوم قادر المناسبات بزاف نعود نديروها دائما نحيوها كل عام. وبالنسبه بالنسبه, بالنسبة للذكريات هل يعني تذكرتوا الامور اللي كنتوا تاع الزمان و... معلوم هذه الناس كانت حتى اللي بكت. مدينه آه مضيافه واهل تاعها. آه ذكرناها آه آه ودائما نذكرها وما وخروش عليها دائما باذن الله رزي آه ولا وهرن. إنسان الانسان الانسان يعود متواضع مع الناس ويحب يحب الصلح للناس هذو وأحنا خاوه كل وهذه المناسبه غاليه علينا خم... خمسه جويليه عيد الاستقلال وعيد الشباب واش تقول لهذا الشباب تاعنا تاع اليوم احنا ماذا بينا لازم العبره اللي نديناها لهم احنا لازم هما يستعملوها ان شاء الله باه يكونوا قدوه للشباب ها ويحافظوا على البلاد ويحافظوا على البلاد نورمال نشكر قناه الباهيه على هذه المبادره ونشكر كل اخوه اللي قاموا بهذه المبادره لقاو يعني نقولوا بفضل فضل الخدمه الوطنيه ونقولها ونزيد نقولها بفضل الخدمه الوطنيه اللي لقات هذه الوجوه لمده 40 عام تخيلوا 40 عام تلاقينا مع بعضنا كنا في في في, في كازيرنا وكان فريق وتلاقينا من 40 عام اللي من من اللي كاين اللي من بسكرة كاين اللي من الونزا كاين اللي من واد سوف كاين من قسمطينه كاين من بجايه كاين من الجزائر العاصمه كاين من شلف كاين من بشار كاين من وهران كاع الجزائر يعني كل اللي لاقات لاقات هاد 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 الوجوه والحمد لله نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله هاد اللحمه نتاع الجزائر الاخوه الجزائريين تكون مع بعضهم كيما هكذا في هاد بهاد, بهاد المبادره ونشكر مدينة وهران ونشكر ليرسيجيو ليرسيجيو وشرفنا هذا شرف لنا معنا مداحي ومعنا قمري رضوان شرفنا الحمد لله لنا الشرف تلاقينا معهم والحمد لله نتمنى إن شاء الله الخير للبلاد والعباد إن شاء الله الشيء الشيء الاكيد باللي الناس من تتلاقاو الحب من يتلاقاو شيء عظيم المحبه هذه هي معنى تاع الرياضه يعني باش تلاقى الاحباب وتلاقى الناس وعلى المحبه والصداقه وكل شيء هذا معنى تاع الرياضه وكره القدم خاصه لكن يعني انتم ك اديتوا الخدمه الوطنيه في مركز ما وتتلاقاو في بعد 38 ولا 40 سنه شيء اكيد وهذه رساله قويه للشباب تاعنا تاع اليوم نعم رساله قويه للشباب نتمنى ان شاء الله من الشباب ي... يواسوا كيفاش رانا نواسوا ان شاء الله وتحيه الجزائر وتحيه الجزائر وتحيه ارزوهر بارك الله فيك <applause> نشكر <applause> الجمعيه فريق وهران اللي استقبلونا واول خطره هذه راهي صارت في التاريخ يعني بعد 40 سنه يعني اللي كنا يعني مجمولين في السيا تاع ارزو يعني من لاكلاس 56 57 58 رانا اليوم نتلاقينا ان شاء الله من من بسكره من من بشار من قسنطينه من واتسوف من, من الى من تيزي وزو برج بعراريج الى اخره الحمد لله يعني رانا تلاقينا اكل يعني في بمناسبه 5 جويليه هذه وعرضونا الجماعه تاع وهران ان شاء الله نشكرهم كثير والحمد لله هذا من ما نقولوا كثر خيركم بارك الله فيكم وشكرا رنا بملعب بن حمد اليوم هذا الملعب اللي يعرف ميلاد العديد من اللاعبين بو بنجاح، بونجاح كينان شلابي اسماء كبيره وطويله وقائمه طويله سعيد بالدنيا رئيس فريق رائد غرب وهران اليوم راكم مع رائد شباب غرب وهران لو جيو توكور اليوم راكم نظمتوا هذه الدوره بالمناسبه عيد الاستقلال والشباب واش قلنا على هذه الدوره وكيف جاتكم الفكره تاع التنظيم هذه الفكره سي خويا جاتنا بفضل السي محمد بن داود انا مي تاع العسكر تفكرنا لي زونسيان قال كيما يقول لك الاخر لا للنسيان لي تفكرنا هذو حبابنا ودرنا نديروا هذه المبادره بمناسبه 5 جوي يا دي جون يا ايه دي جون راهم جايين من عين مليله من بجايه من تيزي وزو ما... سيدي دي جوار كنا في <applause> رحبه في العسكر في لا دوزيام في نتهضروا بالهاتف نتلاقوا ونتهضروا بالهاتف اليوم بغينا نديروا بمناسبه 5 جويه بغينا نديروا هذا هذا الحفل التكريمي هكا بيناتنا لا للنسيان هذه هي بارك الله الشيخ نظن انتم اللي عرفتكم بين الحاجه اللي عرفتكم هي الخدمه الوطنيه نعم الخدمه الوطنيه هي الاداء تاع الخدمه الوطنيه بمدينه ارجو بمدينه ارجو الخدمه الوطنيه جمعت جميع شباب من الغرب من الشرق من من الوسط إحنا كنا في مجموعة في لاصيا نخبة نخبة من اللاعبين اللي خرجوا واللي خرجوا من لاصيادو وهذه المبادرة جت بفضل واحد الإخوان قالوا بدي على نجمعوا الجامعه نتاعنا اللي نتاع نذكروا الخدمه الوطنيه في مناسبه كريمه كهذه 5 جوية مناسبه عيد الاستقلال عيد الشباب واجتمعنا ما شاء الله كاين كهول دروك اصبحنا كنا شباب 20 سنه ودروك رانا كهول وراهنا كعائله واحده لا فرق اذا اليوم الحدث كان بملعب الحب احمد الهواري بن احمد الهواري اليوم بمدينه وهران ومعنا مدير الوحده سي الحاج عاصم ورئيس فريق رائد وهران. نعود لكم فيما بعد لكن الحاجه اللي بقيت نتمناو باش نتحدثوا عليها اليوم هي اللفته اللي قامت بها نادي رائد غرب مدينه وهران لور اللي قامت بهذه اللفته اللي وجهت الدعوه للفريق هذا منذ بعد 40 سنه شيء كثير 40 سنه يعني فيه قريب نصف قرن، آه، اليوم هذا حدث كبير يتزامن مع الاحتفالات تاع عيد الاستقلال، الخامس جوي من جويلي، عيد الاستقلال والشباب، آه، يعني لفته تح، تحسب لاصحابها ونشكرهم بهذه المناسبة، واليوم معنا كما قلت سابقا رئيس الوحدة اللي هو عضو فعال وقام بدور كبير في إنجاء هذا الدورة هذه والمقابلة هذه الخيرية اللي قامت اليوم، آه، سي عاصم الحاج اليوم كي هذه الدورة خاصة أنها أولى في مدينة وهران اللي تقام يعني اللي الناس تفكروا نفوسهم بعد 40 سنة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نحن اليوم بالمناسبة خمسة 5 جويلي عيد الاستقلال درنا هاد المناسبة وهاد المناسبة حنا رانا كل خطرة نديرو مناسبات وكل خطرة نعرضو لي زيكيب هذه وماشي الأولى حنا رانا كل خطرة نعرضو لي زيكيب ونعرضو لي زيكيب تاع الجزائر وعندنا معلقة حسنة كاع في قطر الجزائري من جيب عم الشرق للغرب حنا كاع هاد المناسبة اليوم لمينا هادو لي زونسيان جوال من ربعين سنة اليوم الحمد لله جاونا من البسكرة من العرجيم تيجي وزوم من سوق هراس وجينا اليوم ودرنا الحفل الكبير اليوم درناه والحمد لله ونشكر الرجال اللي مواقفين واقفين ونشكر عيدات البايه اللي جات عندنا. شكرا بارك الله فيك على هذا الواجب تاعنا الحاج معنا الشيخ رائد رئيس رائد وهران فؤاد اليوم راك حاضر كي تشوف هذه الدوره خاصه انها جات من من صديق سي بن دنيا سعيد الغني عن التعريف. اولا بسم الله الرحمن الرحيم ونهني الشعب الجزائري على بالمناسبه عيد الاستقلال وعيد الشباب يا خويا هذه كما قلت انت يا راهي اول مبادره صارت عن ابراهيم تفاجأنا من 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 فهمنا الحدث شتى ولا ونشكرهم ومشكورين كاع على هذه المبادره وان شاء الله تكون تكون قدوه لكاع الجزائريين ان شاء الله باش تكون كاين هكا المحبه وما بين الشعب الجزائري وما بين كاع الافراد من كل جهات القطر الوطني وان شاء الله الرحمن الرحيم على كل حن نشكرهم ان شاء الله مشكورين اذا شكرا بدوري أن اشكر كل الناس اللي ساهمت في انجاح هذا الحفل من بعيد او من قريب لكن الاكيد ان الجزائر قويه برجالها ما زالت وقفة برجالها واقفة بابنائها لان المحبه تجمع كل ابناء الجزائريين وإحنا وطن واحد وابناء وطن واحد وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر وتحيا الجزائر شكرا إذن دائما من خلال ضمن الاحتفالات المخلده للخامس جويليه عيد الاستقلال والشباب اليوم بلديه الكرمه ارتات ان تحتفل وتقيم هذا الحفل المصغر على شرف احد ابناء هذه المدينه المدينه اللي عرفت انجازات كبيره في الرياضه وخاصه كره القدم انه الاستاذ محتوقي محتوقي الغوتي اللي, اللي هو لاعب سابق في كرما واستاذ التربيه البدنيه بتنويه رائد فرّج سابقا وعدة مؤسسات تربوية هنا بمدينة وهران نظن هو حاليا ترك لكن تشاء الاقدار انه طريح الفراش من لمده طويله يعني يصارع المرض منذ زمن اليوم معايا الاخ تاعها على اليمين تاعي غوتي اليوم كيف تشوف هذه المبادره واش تقول على الناس هذه اللي نظمت هذا الحفل اولا بسم الله الرحمن الرحيم باسمي الخاص محتوقي هذا وباسمي اخي محتوقي غوتي نشكر جزيل الشكر على راسهم رئيس البلديه لبلديه الكرمه ومسؤولي وممثلي نادي الرياضي لبلد الكرمة لكرة القدم على هذه المبادرة الحسنة والقيمة والرجولية أخي غوتي كان من الرياضيين حراس المرمى في بلد الكرمات ثم في بلد السينيا في بلد سيد الخضر والدنيا سيد شحمي إلى آخره من النوادي المجاورة لمدينة وهران شنقول لك هو أصيب بمرض الزهايمر. وهو راه يعاني منذ اربع سنوات وحنا نطلبوا له الشفاء العاجل وربي امين هذا ما كان ونشكروا ثاني تكون الشكر للجميع من ساهم من بعيد او من قريب لانجاح هذه المبادره وشكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك بجانبي كذلك القائمين على نادي الاتحاد الرياضي لبلديه كرمه اليوم معايا الحاج كراراز الحاج كراراز اليوم تفكرتوا احد الابناء تاع تاعكم والابناء تاع اللي عطاو لهذا الفريق واش تقولنا على المبادره وعلى كل حال هذه المبادره ان شاء الله نشكروا رئيس البلديه هو اللي ساهم كل شيء وحنا بجانبهم تاع عاوناهم ولكن هذا السي غوتي كان لاعب لي 85 86 87 دونك هو جوار وانا بريزيدون عطى مع كثير بالرياضه ان شاء الله نطلبوا له ربي الله يجيب الشفاء العاجل ان شاء الله يا يعني. رب إن, ان شاء الله, من احد الابناء تاني تاع مدينه كرما يعني ابناء كاع مدينه كرما اليوم راهم حاضرين في هذا الحفل وساهرين باش يكون هذا الحفل ناجح من بين هذه الابناء يعني الاخوه كبكتار هنا معنا نظن سي كريدا كريدا عدل معروف يعني بالاعمال الخيريه تاعكم واش قلنا على هذا الحدث واش قلنا للاستاذ اللي راه مريض اليوم راه يسارع المرض اول شيء اهني الشعب الجزائري والشباب الجزائري بعيد الاستقلال و... بلدية الكرمة هي مشكورة كس... كسلطات محلية برئاسة ورعاية السيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي البلدي سيد بن يبينا موسى في هذه التظاهرة وتدعيم مثل هذه التظاهرات الأستاذ واللاعب السابق السيد محتوقي غوتي هو من أبناء هذه البلدية ومن أبناء هذا الفريق وهو جزء لا يتجزأ من ناحية الرياض في الجانب الرياضي من هذه العائلة الكبيرة وهي عائلة فريق اتحاد الكرما نطلب له الشفاء العاجل إن شاء الله يكفيه يكفيه أنه كان أستاذا في الرياضة البلدية وكان راعب خلوق وكانت حياتها حياتها فقط في المجال الرياضي فهو مشكور على ذلك وما قمنا به اليوم هو إلا واجب وواجب وفقط والسلام عليكم شكرا بارك الله فيكم